تأثر على المباراة. شفنا الإقصاء في الخمس دقائق، هنا خطأ من الدفاع مش ممكن، كرة عرضية خطيرة والتسديد وهدف الأول. 1-0 محمود كهربا، 1-0 محمود كهربا. قل التركيز للقطة، هو كهربا يسجل الهدف الأول. خطأ فادح في دفاع النجم الساحلي ويهدي حماسة لجمهور الزمالك لمحمود كهربا اللي ينور في دقيقة 11، صاحب القميص رقم 11 يسجل الهدف الأول. شوف الكرة، خطأ كبير في الدفاع. أيمن حفني قلت يكون مستقبل كبير، هنا خطأ من عليا، تمشي الكرة العرضية، يلعب كرة في الدفاع. 1-0 على طريقة كهربا، هدف أول في دقيقة 12. يلزم أن أهتزش، قلت أنه نجم الساحلي مازال ما دخلش الماتش، مازال مربوثين شوية. وهدف ملعوب، كرة لكهربا.